السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ريفيو جديد النهارده عن ماكينه تقطيع البطاطس الشيبسي. ان شاء الله هوريكم النهارده قد ايه الماكينه او العلبه حتى اللي معانا النهارده. هي ما تعتبرش ماكينه قوي، بسيطه خالص وحلوه جدا في تقطيع البطاطس الشيبسي. كمان معاها كذا حاجه تانية كده برضو عجبتني جدا جدا. هوريكم كل القطع الموجوده، وكمان هقول لكم سعرها وكل حاجه بالتفاصيل عنها. لو اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملوا لايك واشتراك بالقناه. في الحقيقه انا كان عندي قبل كده برضو زي ماكينه او اله بسيطه خالص للبطاطس الشيبسي، ولكن للاسف اتكسرت. كانت بلاستيك برضو زي العلبه اللي معانا دي النهارده. فدي انا شفتها، هي عباره عن علبه كده يا جماعه زي ما انتم شايفين، بسيطه خالص. ليها غطا شفاف زي ده كده، عندنا كذا جزء فيها. ده الجزء اللي بيتشال فوق، ده الجزء اللي بيتشال فوق، تمام. ولقيت معاها كذا حاجه، فانا حبيت بقى ان انا اجربها دي، ما جبتش التانيه، هوريها لكم. تمام، كمان دي ودي ودي والجزء ده كمان. تمام، اول حاجه انا هتكلم عنها هي الجزء الخاص او الاساسي اللي انا جايباه عشانه اصلا، اللي هو تقطيع البطاطس شيبسي زي الجاهزه. طبعا بيجي معايا هنا ده الجزء الخاص بالتقطيع، عباره عن شفره حاده. خلي بالكم يا جماعه الجزء ده حاد جدا 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 جدا، يعني انا اول مره استعملتها والله العظيم اتعورت بسببها. فخلي بالكم وانتوا بتستخدموا الحاجه دي، او في العموم خلي بالكم وانتوا بتستخدموا اي حاجه حاده. طيب في الاول معانا هنا الجزء الابيض ده، احنا هنركبه بالشكل ده كده اهو كده خلاص. باجي بعد كده بستخدم مثلا، وليكن انا استخدم الجزء الخاص بتقطيع الشيبس، بركبه بالشكل ده كده. تمام، باجي بعد كده بركب الجزء ده كده خلاص. ولو معايا بقى ثواني بركب ده الجزء يا جماعة اللي انا بحط اهو، حتى كنت بعمل بيها من شوية. هنا في اثر للبطاطس، بتحط البطاطساية هنا في الجزء ده كده، وبعدين بتمسكيها بالشكل ده وبتعملي كده كده. فكل مرة انت بتعملي كده خلاص هي البطاطس بتتقطع معاكي وبتكون شرايح. تمام، فأي حاجة احنا نستخدمها في التقطيع في الماكينة دي نقوم لازقينها في الجزء ده، نغرزها في الحاجات السنون الموجودة دي هنا، وبالتالي نستخدمها ونعمل كده بس، هتلاقي الحاجة بقت سهلة معانا جدا. ده بالنسبة للجزء الخاص بتقطيع البطاطس الشيبسي. هتلاقي البطاطس الحجم بتاعها، السمك بتاعها عفوا، كله زي بعضه. هتلاقيها مقرمشة جدا حلوة، ما بتتحرقش بسرعة ولا حاجة، السمك مناسب جدا للتحمير، هتعجبك قوي قوي قوي. نيجي بعد كده وليكن مثلا هنستخدم جزء تاني، مثلا في هنا جزء خاص بالعصر. تمام، اهو بتركبيه هنا كده بالشكل ده كده خلاص، وبتبتدي ان انت تحطي مثلا البرتقال وتعصري بالشكل ده. طبعا اي حاجه سواء بطاطس او اي عصير او اي حاجه حتى انت هتفرميها بتنزل في العبوه من تحت هنا، فده حاجه يعني حلوه جدا جدا، بدل ما تجيبي طبق وتشيلي وتحطي والكلام ده كله. فدي كمان عجبتني ان فيها جزء خاص بالعصر. نكمل، كمان هتلاقي في هنا جزء خاص بالفرم، ده بتركبيه مع الجزء الخاص بالبطاطس الشيبسي. لو حابه ان انتي تعملي فيها زي شرشرة او خطوط كده. نيجي بعد كده هنلاقي عندنا هنا جزء تاني، الجزء ده خاص بالفرم. لو حابة ان انتي تفرمي مثلا توم او حاجة، برضو يا جماعة ايا كانت حتى لو الحاجة صغيرة حطوها هنا واعملوا كده، هتتفرم معاكو عشان الحاجات دي حادة جدا جدا جدا. وهتلاقي برضو التوم بتاعك نزل تحت او اي حاجة، او حتى لو حابة تبشري جزر بشر خفيف، هتلاقي برضو الموضوع سهل معاكي جدا. نيجي بعد كده في برضو حاجات تانية، طلعها من كيس ثواني. ده برضو اهو، ده حابه لو انت حابه برضو تبشري حاجه بس يكون البشر بتاعها تقيل شويه او سميك شويه. تمام، نيجي بقى للجزء اللي عجبني قوي برضو كمان، ده ثواني طلعها من الكيس بتاعها. ده لو كمان الجزء ده تقدري تستخدميه لو انت حابه مثلا تعملي تجريح في الكوسه، زي ما بنيجي نعمل محشي كوسه كده نقوم مجرحينه باي سكينه مشرشره عشان نعمل فيه خطوط، فانت بكل سهوله تقدري تستخدمي الجزء ده. بس هتمشي الكوسه على الجزء ده هتديكي شكل حلو قوي قوي، او اي حاجه انت حابه تعملي فيها زي شرشره او تجريح بسيط كده تدي بس شكل جمالي، تقدري تستخدمي الجزء ده. بصراحه الملحقات بتاعه الماكينه او الاله البسيطه خالص او حتى العلبه اللي معانا النهارده دي حلوه جدا جدا يا جماعه. كمان
سعرها 100 جنيه، يعني 100 جنيه ما بقتش فلوس، يعني حاجة بسيطة. وكمان هتسعفك، وكفاية ان فيها العصارة اليدوية دي حلوة قوي قوي، وطبعا جميع الملحقات بتاعتها تحفة تحفة جدا جدا. اما حاجة خلي بالك بس وانت بتستخدمي الحاجات دي، لان هي حادة جدا جدا. اتمنى ان انا اكون قدرت افيد حضراتكم. مع السلامة.